صباح الخير مشاهدينا الكرام، ان شاء الله نكون معاكم دلوقتي مع كوبايه القهوه كده. موعدنا ضيوف في بلاط صاحبه الجلاله وقراءه في ابرز عناوين الصحف المصريه الصادره صباح اليوم، وهنبدا معاكم بالعنوان الرئيسي في كل الصحف المصريه وجريده الاهرام: الرئيس يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجيه، السيسي مواصلة الخطط التنموية في الوادي الجديد واستغلال الفرص الاستثمارية. وممكن ناخد شوية تفاصيل من الخبر. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في محافظة الوادي الجديد للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة مع توفير مقومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهالي المحافظة. جاءت توجيهات السيد الرئيس خلال اجتماعه بالأمس مع اللواء محمد زملوط محافظ الوادي الجديد. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية المختلفة في المحافظة. وعرض السيد اللواء محمد زملوط مستجدات العمل في مختلف المبادرات والمشروعات بالمحافظة في جميع المجالات، خاصة في قطاع الزراعة والموقف التنفيذي لاستصلاح الأراضي وجهود تشجيع الاستثمار الزراعي للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ولا سيما القمح. وأيضا تم عرض سير العمل في المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة من أجل زيادة إنتاج التمور بالمحافظة، فضلا عن جهود زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون والتنسيق القائم مع الجهات البحثية في مصر لزراعة النباتات العطرية والطبية وتوطين الصناعات القائمة عليها في المحافظة. وفي بعض من التفاصيل داخل الخبر في الصفحة الأولى في الأهرام. ومن الأهرام ننتقل إلى الصفحة الأولى أيضا في جريدة الأخبار: الجيش يواصل مكافحة الإرهاب بشمال سيناء، مقتل 10 تكفيريين وضبط عنصر قبل هروبه. وقراءة ما بين السطور في هذا الخبر الهام، معنا عبر الهاتف سيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. صباح الخير يا فندم. أهلا يا فندم، صباح النور. يعني الجيش واصل ضرباته للإرهاب وللقيادات الإرهابية، ودايما مجهود مستمر في سيناء لتطهير سيناء كاملة من الإرهابيين. هو القراءة زي ما حضرتك بتقول، قراءة هذا البيان بين السطور وفوق السطور واضحة جدا. أن أولا مصر مستهدفة، وطالما مصر مستهدفة من قوى الشر فالإرهاب مستمر. صحيح. الحاجة الأهم من كده أن احنا لدينا خطة ثابتة ممنهجة للقضاء على الإرهاب. قوات إنفاذ القانون بتعمل بمبادئة كاملة وليس برد الفعل أو بداع الانتقام أو الثأر، لا، ده مهمة كاملة لقوات إنفاذ القانون بتنفذها لتطهير سيناء، لتطهير كل مصر من أي إرهابي أو أي عمل يضر بالأمن القومي. العمل اللي احنا شفناه امبارح ده عملية استباقية ضد الإرهابيين. معنى عملية استباقية هي أن أنا لدي معلومات كافية، المعلومات دي حصلت عليها بالعناصر بتاعتي، حصلت عليها مع من تعاون القبائل اللي موجودة أبناء سيناء الشرفاء كلهم، وبالتالي أفضل مواجهة للإرهاب ألا تتركه يتحرك وينفذ أي عملية. المهم العملية الاستباقية هي المواجهة الأفضل، وده اللي نفذوه ولادنا بالأمس، وده إن شاء الله اللي بنقول الخطة الممنهجة اللي بتتم باستمرار بمواجهة سيادة اللواء. في يعني هذه العملية فيها المرادي صوت ثمين، وهو القبض ضبط عنصر إرهابي قبل هروبه. مفيش شك، لأن القبض على عنصر إرهابي معناها إن في معلومات، والمعلومات هتبتدي تتكشف عنها معلومات أخرى كثيرة، وبالتالي هيبقى في مواجهة مسبقة لكل العناصر الإرهابية بإذن الله. طيب أنا هختم يا فندم بما جاء في نص البيان، ونقطة مهمة جدا يا فندم للغاية: ويؤكد رجال القوات المسلحة أنهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف،
ومواصلة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر. رسالة هامة للقوات المسلحة يا فندم. أهم حاجة احنا نعرف ايه هدف الإرهاب في سيناء تحديدا. الإرهاب ده زي ما بنقول هم ينفذون خطة أو أجندة أجنبية هدفها الرئيسي منع مصر من تحقيق خطة إنماء سيناء، خطة إعمار سيناء بالبشر، لأن أنا بقول من أعظم القرارات اللي اتخذت في هذا العصر هو إعمار سيناء بالبشر، لأن الكل كان بيتحجج إن سيناء فيها فراغ سكاني، وبالتالي ما دام فيها فراغ سكاني ما تاخدوا شوية من اللي جنبيكوا اللي عندهم كثافة عالية وكثافة سكانية عالية وتتحل القضايا بتاع جيراننا. احنا لأ، وطننا أغلى من حياتنا كلها، ربنا الوطني لا يمكن نفرط في ذره منه. اذا كان في نقطه ضعف هي فراغ سكاني، لا احنا هنملى سينا بالبشر، هنعمرها في خطه ثابته كامله، وده اللي احنا بدانا فيه لما بنزرع الارض، لما بنصلح 500,000 فدان ونعبر كل يوم 2 مليون متر مكعب ميه عشان نروي الارض دي، خطط التنميه الكامله اللي في سينا دي عشان سينا ان شاء الله زي ما بنقول على 20-30 يبقى فيها 2-3 مليون نسمه، 20-50 يبقى فيها 6-8 مليون نسمه، دي خطه ثابته واحنا ماشيين فيها، ولن يثنينا لا ارهاب ولا من هم وراء الارهاب. يد تبني واخرى تحمل السلاح. سياده اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاصلاح الاسبق، اشكرك جزيل الشكر يا فندم. روح الخبر هام للغاية، والعالم بيفكر ازاي خلال المرحلة القادمة، ومصر قد ايه هي متواكبة وهيكون لها دور كبير في هذا الامر ان شاء الله خلال المرحلة المقبلة، نظرا للامكانيات اللي تمتلكها مصر والخطورات اللي ماشية بها على الارض بخطة ثابتة. الخبر في جريدة الجمهورية الصفحة الثانية، تكليف رئاسي بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر بالتزامن مع قمة المناخ. الدكتور معيط، زيادة المشروعات الصديقة للبيئة في الموازنات إلى 50% من الاستثمارات العامة، وده لازم ناخد منه تفاصيل. تفاصيل الخبر أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك تكليفا رئاسيا بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ إن شاء الله في نوفمبر المقبل. وبتستهدف زيادة نسبة المشروعات الصديقة للبيئة زي ما قلت لكم في الموازنات إلى 50% من الاستثمارات العامة على نحو يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة أو المشاركة التنموية مع القطاع الخاص، بما يساعد في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق مزيد من فرص العمل. وقال الوزير أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقدمة التي مر على صنعها 20 عام فأكثر بسيارات جديدة بتعمل بالغاز الطبيعي وبالمدينة الخضراء شرم الشيخ، ربما بما يتسق مع جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، حيث سيتم توفير سيارات انتقال صديقة للبيئة خلال انعقاد قمة كوبت 27، ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. قال أمجد منير مساعد أول الوزير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية أنه تم توفير قطعة أرض وتجهيزها لاستخدامها كساحة لتجميع السيارات المتقدمة بنطاق محافظة جنوب سيناء مع استيفائها للشروط الفنية والبيئية الواجب توفرها في ساحة التخزين. وأوضح أن هناك تنسيق مستمر مع ممثلي شركات السيارات للعمل على تيسير إجراءات تسليم السيارات الجديدة للمستفيدين بمبادرة إحلال المركبات المتقدمة، وأشار إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري والاتفاق مع بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقطر الوطني والأهلي التجاري والأهلي والتجاري الدولي والعرب الإفريقي والتعمير والإسكان وقناة السويس على إتاحة 12 فرع لها بمدينة شرم الشيخ لخدمة المواطنين في الانضمام لهذه المبادرة. يعني أنا قلت لكم بس يعني تأكيد 90% من تفاصيل الخبر أنه فعلا خبر مهم جدا للغاية، وزي ما قال نص الخبر بيتزامن مع استضافة مصر للقمة العالمية الخاصة بالمناخ واللي إن شاء الله هيتم عقدها نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ.
طيب هنطلع معاكم لخبر تاني بيهم قطاع كبير من قلوبهم متعلقة ببيت الله الحرام واللي عندهم رغبة إن شاء الله في الحج. جريدة المصري اليوم الصفحة الأولى بتتكلم عن هذه الإجراءات. 177 ألف جنيه تكلفة حج الخمس نجوم، إجراء قرعة الحج السياحي إلكترونيا بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا. ممكن ناخد شوية تفاصيل من هذا الخبر. طبعا الحج السياحي مختلف تماما عن حج القرعه اللي بتدعمه الدوله واللي ان شاء الله ياتي بالتزامن مع بدايه موسم الحج. بعد توقف عامين بسبب جائحه كورونا اعلنت وزاره السياحه والاثار اجراء قرعه الحج السياحي الكترونيا، حيث بلغ عدد التاشيرات للحج السياحي لعام 2022 نحو 9200 تأشيرة مقسمة على مستويين، الأول اقتصادي والثاني خمس نجوم، ويبلغ عدد التأشيرات المخصصة لبرامج الخمس نجوم نحو 3760 تأشيرة، وسعر برنامج الصف الأول اللي بيبعد 250 متر عن الحرم 177500 جنيه، الصف الثاني اللي بيبعد عن الحرم 2250 متر ب 157500 جنيه. وبحسب الضوابط فإن البرنامج الاقتصادي مقسم إلى ثلاث شرائح ومخصص له 6440 تأشيرة، وبيطرح سعر البرنامج فيه من 82500 جنيه إلى 92500 جنيه، وبتخضع تلك الأسعار المشار إليها للزيادة في حال حدوث تعديل من جانب السلطات السعودية. ربنا يكتبها لينا جميعا يا رب. طيب ده فيما يتعلق بهذا الخبر. النهاردة أعتقد وده أكيد مصر كلها النهاردة عيونها متوجهة ناحية المغرب. الأهلي النهاردة بيمثل مصر في قمة هامة للغاية وصعبة للغاية، بس دايما القلعة الحمراء وروح الفنانة الحمراء بتكون دايما موجودة في مثل هذه اللقاءات. جريدة الأهرام الصفحة الأولى الليلة، الأهلي في مهمة صعبة أمام الوداد بنهائي أبطال إفريقيا، حامل اللقب يدافع عن كبريائه في مواجهة صاحب الأرض والجمهور. وعلى طول معانا الأستاذ عوني نافع الناقد الرياضي. أستاذ عوني صباح الخير. صباح الخير أستاذ محمد، صباح النصر، صباح الأمل. زي ما حضرتك بتقول حلو التفاؤل ده كده، انا حاسس ان احنا في بيتكلمنا من مدرجات يا فندم. يمكن دايما دايما النادي الاهلي، النادي الاهلي هو حامل اختام السعاده، صاحب السعاده، الملك صحيح. المتوج على عرش القاره الافريقيه، دايما بيفرح جماهير الكره المصريه والعربيه والافريقيه. صحيح هي مباراه صعبه اذا كنا هنتكلم عنها من الناحيه الفنيه، لكن زي ما انا بقول لك او باكد على كلامك، النادي الاهلي لو فتحنا كتب التاريخ النادي الاهلي ما يعرفش كلمه مستحيل. قاموس النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي بيؤكد ان بطولات النادي الاهلي تذهب اينما ذهب النادي الاهلي. عمر ابدا قبل كده ما سمعنا ان النادي الاهلي بطولاته توقفت خارج مصر، بالعكس النادي الاهلي اللي بيسعى للقب رقم 11 فاز بالبطوله خارج مصر اربع مرات، فاز في الكاميرون وفاز في تونس وفاز في غانا على اشانتي كوتوكو. اذا زي ما باكد لحضرتك، المواجهه صعبه، المؤامره موجوده على النادي الاهلي، لكن هل هذا بيقلل من فرص النادي الاهلي؟ بعتقد الاجابه لا طبعا، لان زي ما انا باكد عليك روح الفانيلا الحمراء صحيح، اصرار وعزيمه لعيبه النادي الاهلي. خد بالك بيتسو موسيماني طبعا المدير الفني للنادي الاهلي طبعا بيسعى للرقم الثالث على التوالي ليكون النادي الاهلي ويحطم رقم قياسي جديد بالفوز بالبطوله للمره الثالثه على التوالي، يمكن يكون اول فريق افريقي طيب يحقق هذه البطوله. طيب. ان شاء الله ان شاء الله. كنا شفنا من اول امبارح الريال والليفربول، ويمكن ليفربول عمل مباراه رائعه بس خسر. هل تعتقد ان الاهلي النهارده هيكون الطريقه الامثل مع الوداد طريقه هجوميه ولا طريقه حذره ولا طريقه دفاعيه؟ تعتقد موسيماني هيفكر ازاي النهارده؟ طبعا طبعا لو بصينا لبيتسو موسيماني من المديرين الفنيين ان انت تصعب قوي انك تتكهن بالطريقه اللي بيلعب بيها، هو بيلعب كل مباراه ليها ادواتها ليها عناصرها، بيفاجئ دايما المنافس بطريقه مغايره سواء في التشكيل او تمركز اللعيبه او طريقه اللعب. يعني لو بصينا قبل كده هنلاقي مباراة النادي الاهلي في دور قبل النهائي طبعا قدر ان هو قبل كده يفوز على فريق الرجاء المغربي في قلب في القاهرة وفي المغرب، طبعا حقق نتيجة كبيرة. الكل كان متوقع ان النادي الاهلي طبعا يعني
بعد النتيجة اللي حققها في القاهرة، كانت نتيجة طبعا غير مطمئنة، لكن النادي الأهلي وعزيمة النادي الأهلي وإصرار لعيبة النادي الأهلي قدروا ينتزعوا بطاقة الصعود من قلب المغرب، ويمكن دي تميمة حظ وتميمة تفاؤل. أيضا فريق الوداد المغربي لو بصينا قبل كده في آخر لقاء بينه وبين النادي الأهلي، وكان بيتسو موسيماني مديرا فنيا النادي الأهلي عام 2020، النادي الأهلي فاز على الوداد المغربي ذهابا إيابا 2-0 و3-1، يعني سجل 5 أهداف في مرمى الوداد. إذا النادي الأهلي وتاريخه وبطولاته كلها بتؤكد إن النادي الأهلي ما عندوش حاجة اسمها مستحيل. النادي الأهلي بيتسو موسيماني أعتقد إنه هيلعب طبعا بكثافة دفاعية في نص الملعب، هيعتمد على المرتدات لأنه طبعا هيحاول يمتص حماس فريق الوداد اللي أكيد طبعا هينزل أول ربع ساعة هيحاول يهاجم فريق النادي الأهلي، لأن زي ما أنت قلت لو ربطنا ما بين مباراة اليوم واللي حدث امبارح فريق الريال وأيضا مباراة النادي الأهلي والرجاء اللي كانت في المغرب، النادي الأهلي بيسيب اللعب أحيانا للمنافس، يسيب له الجيم لكنه بيبغته في الشوط الثاني. ويمكن دي من الحاجات الجميله قوي في النادي الاهلي، انه في اخر كام مباراه النادي الاهلي فعليك لعبته في الشوط الثاني تقدر تطمنك يقدر يعود في اي لحظه من لحظات المباراه. النادي الاهلي يمكن عنده عناصر الاساسيه كانت هتبقى محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، هيلعب غالبا 3 ديفندرات في نص الملعب. هيكون الحمد لله مفيش اصابات في الفرق، مفيش اصابات، لا مفيش اصابات. هيكون حمدي فتحي واليو ديانج والسوليه 3 ديفندرات لسه. طبعا التغيير هيكون بقى في الاثنين لعيبه اللي تحت راس الحربه بيرسي تاو، سواء احمد عبد القادر او طاهر محمد طاهر. احتمال يا اما يبدا بحسين الشحات على اعتبار ان حسين الشحات لاعب يمتلك من الخبرات، ايضا عنده مجدي قفشه سواء هيلعب بيه اساسي او هيستعين بيه ورقه رابحه. لسه كل هذه الاحتمالات بتدور في راس المدير الفني الجنوب افريقي في الشكل اللي هيلعب بيه وطريقه اللعب اللي هيلعب بيها. طب رساله كده يعني لجمهور المصري، الاهلي، الاهلاوي، الزملكاوي، الاسماعيلي، كل الانديه، عايز رساله عاقله كده للناس النهارده يعملوا ايه في دعم النادي الاهلي؟ بعتقد النادي الاهلي النهارده هو بيرتدي قميص الشعب المصري، النادي الاهلي ما بيرتديش قميص او الفانيله الحمراء، النادي الاهلي بيرتدي علم مصر. النادي الاهلي عندما يصل الى نهائي بطوله دوري بطوله الابطال الافريقي للمره الثالثه على التوالي ويقترب خطوه من النحو والتتويج باللقب برقم 11، اذا فهو بيلعب باسم مصر. النهارده بطالب جمهور نادي الزمالك، الاسماعيلي، المحله، الترسانه، جماهيرنا الوفيه في الصعيد سواء من اول بني سويف لحد اسوان، في مرسى مطروح، الكل النهارده النادي الاهلي محتاج دعواتكم، محتاج ان ايادينا ترفع الى السماء، لان زي ما انا بقول لك النادي الاهلي النهارده هيلاعب الوداد وهيلاعب الاتحاد الافريقي وهيلاعب التحكيم وهيلاعب جمهور الوداد، لكن التاريخ وسجلات النادي الاهلي بتؤكد ان النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني، النادي الاهلي مع مانويل جوزيه، النادي الاهلي مع الكابتن محمود الخطيب ومجلسه، النادي الاهلي مع هذه اللعيبه صحيح حملوا البطوله اكثر من مره. اذا لعيبه النادي الاهلي عندها جينات البطوله، عندها جينات السعاده لجماهير الكره المصريه والعربيه. المباراه تبقى صعبه صحيح، هتبقى قويه سهله في حاله طبعا الانتهاء التعادل، يمكن بنضيف للجمهور ان هي طبعا هيبقى في وقت اضافي على الشوطين، وفي حاله الاستمرار التعادل هيتم الاحتكام لمقالات الترجيح. بعتقد ان مباريات النهائي اللي بتكون ما بين الاهلي والوداد عاده ما بتخلصش باهداف كتيره، لان الفرق المغربيه من الفرق اللي هي عندها كثافه دفاعيه كبيره، وبالذات لو عرضت هدف بتحاول تقتل المباراه. لكن بعتقد ان كل هذه السيناريوهات تفلح مع كل الانديه، لكنها ان شاء الله مش هتفلح مع النادي الاهلي، لان النادي الاهلي زي ما انا قلت لك اينما ذهب ذهب الرعب في قلوب الفرق المنافسه. ويمكن زي ما انا قلت لك التاريخ كله بيقول الترجي التونسي النادي الاهلي فاز عليه في تونس وخد منه البطوله، النادي الاهلي خد البطوله من اشانت كوتوكو وما ادراك ما معقد اشانت كوتوكو في الثمانينات صحيح طبعا، والسحر والاقاويل اللي كانت بتقال وقتها. النادي الاهلي فاز على الصفاقسي بهدف الشهير لمحمد ابو تريكه، ويمكن النادي الاهلي هنقول مقوله جميله لكل جمهور النادي طيب المصري تمام فريق الوداد وجماهيره، اشكرك بالبطوله ابدا الا بعد صفاره النهايه عندما تواجه النادي الاهلي ان شاء الله البطوله حمراء البلاس 90. النادي الاهلي يقدر في اي وقت من الاوقات ان شاء الله ان شاء الله يا استاذ عودي. انا اشكرك على الطاقه الايجابيه والروح اللي دخلتنا فيها في المباراه كده مبكرا. الاستاذ علي نافع الناقد الرياضي، صباح الخير على حضرتك وشكرا جزيلا ليك.
خدنا شويه كتير في النادي الاهلي، بس بطوله مهمه، ومهم ان احنا نكون النهارده بنساند النادي الاهلي ممثل الكره المصريه في هذا النهائي الهام الافريقي الهام. هنروح لجريده الاخبار والصفحه الثالثه، وخبر يتعلق بازمه عالميه بيمر بها العالم، والشيوخ مجلس الشيوخ يفتح ملف مواجهه ازمه الغذاء العالميه. المصلحي لن نشطب مواطنا من منظومة الخبز، ورقم الهاتف لا يلغي بطاقة التموين. يمكن دي قراءة سريعة في أبرز عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم. حاولنا نلمكم أبرز العناوين الموجودة، لكن دلوقتي هنطلع معاكم لموجز لأهم الأنباء ونجلاء الجعفري، وبعده إن شاء الله أول حوار معانا في هذا الصباح. خليكم معنا.